أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبداو الدرس ديالنا اليوم، غادي نصحوا الواجب المنزلي اللي كنت كلفتكم به في الحصة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين معنا لا المشاهدين ديالنا نجزوا هذا الواجب. وقبل ما نشوفوا الواجب ديالنا على الشاشة، غادي نشوف الحاضرات معنا في الاستوديو الواجب ديالهم اللي نجزوا في الكتب ديالهم. حسنية، مزيان، تبارك الله عليك، مزيان، جيد. فاطمة، أحسنتي، مزيان، مزيان حبيبة. عندك واحد الخطأ، ولكن تابي معنا التصحيح على الشاشة. مزيان، تبارك الله عليك، جيد، لطيفة، تبارك الله عليكم، مزيان. إذن الواجب ديالنا هو هذا. كان مطلوب منكم في هذا الواجب وأنكم توضعوا كل فعل من هذه الأفعال داخل الجملة مع الضمير المناسب والجملة المناسبة. غادي نبداو بالجملة الأولى اللي غادي تجاوب عليها لطيفة. تفضلي لطيفة. أنتما فهمتما الدرس. جيد، فهمتما الدرس. جيد، الدرس. وغادي نوضعوا فعل فهمتما في هذا الفراغ في الجملة الأولى. أحسنتي لطيفة. وغادي ننتقلوا للجملة الثانية مع حسنية. تفضلي حسنية. هي شاهدت حلقات البرنامج. مزيان، تبارك الله عليك. وغادي نوضعوا فعل شاهدت كما كنشوفوا الان على الشاشه. غادي ننتقلوا عند نعيمه تجاوب لينا على الجمله الثالثه. تفضلي نعيمه. هو اشترى خضرا من السوق. مزيان، خضرا من السوق. وغادي نوضعوا اشترى في الفراغ الثالث في الجمله الثالثه. تبارك الله عليك نعيمه. وغادي ننتقلوا عند فاطمه باش تقرا لنا الجمله الرابعه وتعطينا الجواب. تفضلي فاطمه. أنت سجلت هدفا رائعا. عودي الفعل. أنت. إيه. سجلت. ما كنقولوش سجلت. سجل. سجلت. يلا عودي مزيان. أنت سجلت هدفا رائعا. تبارك الله عليك. وغادي نضعوا فعل سجلت في الفراغ في الجملة الرابعة كما كنشوفوا على الشاشة. وبقات لنا الجملة الأخيرة، غادي نرجعوا عند لطيفة تعطينا الجواب ديال هذه الجملة. تفضلي. هم فازوا في مباراة. في ال... في المباراة. في المباراة. في المباراة. في المباراة. جيد، إذا غادي نضعوا فعل اش؟ فازوا. فازوا، تبارك الله عليك. إذا الآن هذا هو التصحيح ديال التمرين ديالنا. وغادي نطلب الآن من لطيفة تقرا لنا جوج جمل الأولين. تفضلي لطيفة. أنتما فهمتما الدرس. هي شاهدت هي شاهدت حلقات البرنامج. 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 جيد، تبارك الله عليك. غادي نمشيو عند فاطمة تقرانينا الجمل المتبقية. تفضلي فاطمة. هو اشترى الخضار. ركزي مزيان، دائما كنقولوا همزة وصل. اشترى. هو اشترى. هو اشترى. هو اشترى خضارا من السوق. خضارا من السوق. تفضلي. أنت سجلت هدفا. أنت سجلت هدفا رائعا. مزيان. هو فاز. ركزي مزيان، انتبهي انتبهي انتبهي. هم هم. يلا. هم فازوا في المباراة. هم فازوا في ال في المباراة. في المباراة. مزيان، تبارك الله عليكم. إذا هذا هو التصحيح ديال الواجب ديالنا اللي كنت كلفتكم به في الحصة الفايتة، ونتمنى المشاهدين ديالنا يكونوا نجزوا هذا الواجب كما صححناه على الشاشة ديالنا. إذا الآن شكون غادي يذكرني بالموضوع ديال الدرس اللي احنا بالصدد ديالو؟ نشوفوا لطيفة. الحضانة. الدرس الموضوع ديالو العنوان ديالو هو الحضانة. هو الحضانة، جيد. شكون تعطيني شي فكرة على الموضوع ديال الحضانة؟ نشوفوا فاطمة. الفكرة يعني الحضانة، الحضانة راه كتهتم يعني كتهم الطفل. إيه. يعني كتحضنه يعني هو ب بمعنى أن الحضانة هي بالدرجة الأولى كتراعي. الدرجة الأولى كتهتم الطفل يعني كتراعي الشؤون ديال الطفل. الشؤون ديال الطفل. من التربية ديالو والمسكن ديالو، زيد. والمدرسة و وحتى التربية. التربية و جيد، تبارك الله عليك. إذا الموضوع ديالنا كيتكلم على الحضانة بصفة عامة. جيد، تبارك الله عليكم. وغادي نرجعوا النص ديالنا اللي غادي يظهر الان امامنا على الشاشه، وغادي نطلب من نعيمه تقرا لنا النص ديالنا. تفضلي نعيمه.
إلى عهد قريب الحضانة. جيد، دائما خصنا ما نساوش العنوان، صافي؟ يلا تفضلي. الحضانة إلى عهد قريب كان زوجان يعيشان حياة هنيئة يحضنون طفلة. انتبهي انتبهي. يحضنون. نشوفوا شكون غادي يصحح ليها، تفضلي فاطمة. يحضنان. يلا عاودي. يحضنان طفلتهما في وئام وانسجام. كما كانت كم كانت المرأة محبة لابنتها. إيه. وكذلك الأب. إلى أن وقع بينهما ما لم يكن في الحسبان. جيد، تبارك الله عليك. غادي ننتقلوا عند فاطمة، تكمل لنا النص ديالنا، تفضلي فاطمة. تابعي. فمدونة الأسرة واضحة بشأن حضانة الأطفال. فهي فهي للأم أولا، ثم للآب، ثم لأم الأم. ما لم يكن هناك. انتبهي. ما لم تكن هناك هناك موانع قانونية أو أخلاقية أو صحية. أنا أو أخلاقية أو صحية. أنا إذن للمحكمة. انتبهي. أنا إذن للمحكمة حق البت في الأمر. فتقرر من يحضن الطفل. صافي حسبك. غادي ننتقلوا الآن عند لطيفة، تقرنينا الفقرة الأخيرة، تفضي لطيفة. فتقرر من يحضن الطفل. وكما أن للمحضون حقوقا كحقه في الوقاية مما يضره وفي القيام بما وفي القيام بتربيته والحفاظ على مصالحه كحقه. فإن للمح انتبهي مزيان. للحاضنة. إيه. فإن للحاضنة حقوقا دون نسيان حق غير الحاضن. كحقه في الرؤية أبنائه. كحقه في رؤية أبنائه وزيارتهم. دائما الوقت فاش كنقراو نراعي الترقيم، البلاصة فاش غادي نوقفوا، راه بحال يصيقن شي سيارة وكنراعيو هذوك العلامات اللي كاينين والإشارات اللي كاينين في الطريق. نفس الشيء بالنسبة للقارئ، إلا كيقرا كيراعي شي علامات، بمعنى خصنا ما نوقفوش حتى كنوصلوا للنقطة أو كنوصلوا للفاصلة. ولكن إن شاء الله هذه المسائل غادي تعرفوها وغادي تمكنوا منها في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. دابا غادي تشوفوا معايا واحد الجملة غادي تظهر أمامنا على الشاشة، نشوفوا هذه الجملة. إذا تفضلي ناعمة قرنينا هذه الجملة. كم كانت المرأة محبة لطفلتها. جيد، أش كتلاحظوا في هذه الجملة؟ سبق لنا قرينا واحد الأسلوب، أشنا هو المكونات ديال هذا الأسلوب لطيفة؟ كم كان رفعي صوتك نسمعك. كم كانت. هي صافي، المكونات ديال هذا الأسلوب فيها فقط كم كانت. نشوفوا فاطمة. كاين علامة التعجب. وكاين علامة التعجب، تبارك الله عليك. جيد، إذا المكونات كما كنشوفوا الآن على الشاشة، عندنا كم كانت وعلامة التعجب، ضروري خصنا ما ننساوهاش لأن هذه الأسلوب من الأساليب ديال التعجب. غادي تعطينا لطيفة شي جملة فيها أسلوب ديال التعجب وفيها المكونات ديالو والعلامة التعجب، تفضلي. كم كان الدرس مفيدا. أحسنتي، كم كان الدرس مفيدا، وغادي نكتبوا الجملة ديالك على الشاشة كما غادي نشوفوا الآن. كم كان الدرس مفيدا. جيد، الجملة ديالك فيها المكون ديال الأسلوب وعلامة استفهام. لا، علامة التعجب. وعلامة التعجب، نركزوا شوية، علامة التعجب، تبارك الله عليك. نمشيو عند حسنية، عندك شي جملة تعطيها لنا وديري فيها الأسلوب ديال التعجب، تفضلي. نعم. كم كانت الرحلة ممتعة. كم كانت الرحلة ممتعة. جيد، تبارك الله عليك، وغادي نكتبوا الجملة ديالك على الشاشة. كم كانت الرحلة ممتعة. أحسنتي، فيها المكونات ديال الأسلوب وعلامة التعجب، تبارك الله عليك. ننتقلوا عند نعيمة، تفضلي نعيمة أعطينا الجملة ديالك. كم كان الجو حارا. مزيان، جملة صحيحة فيها هذا الأسلوب اللي قرينا، وغادي نكتبوها على الشاشة كما كنشوفوها الآن.
كما قلت لنا نعيمة، كم كان الجو حارا. أحسنتي. نشوف فاطمة واش عندها شي جملة، تفضلي. كم كانت الأكلة لذيذة. مزيان. كم كانت الأكلة، ما لها فاطمة؟ لذيذة. لذيذة، الدال معجمة. نركز على هذا، على هذه المسألة ديال الدال المهملة والدال المعجمة، وبطبيعة الحال كنكتبوها على الشاشة كما كنشوفوها الآن. تفضلي لطيفة، قرنينا هذه الجمل. كم كان الدرس مفيدا. كم كانت الرحلة ممتعة. كم كان الجو حارا. كم كانت الأكلة لذيذة. لذيذة، تبارك الله عليك. اش كتلاحظوا في القراءة ديال الزميلة ديالكم؟ علامة تعجب. دارت علامة تعجب وقرات الجمل ديالنا، واحد الصيغة بينات على أنها فعلا في حالة في حالة تعجب. مزيان، أحسنتي. إذا كنتمناو تكونوا فهمتوا معنا، وكذلك المشاهدين ديالنا يكونوا فهموا معنا هذا الأسلوب اللي قريناه ديال الأسلوب ديال التعجب. شفنا كذلك في الحصة السابقة، شفنا واحد الدرس اللغوي، نشاط لغوي. شكون غادي يذكرنا بهذا النشاط اللغوي؟ نشوفوا نعيمة. أنتما. أي أش كيتسمى هذا أنتما؟ كنا شفنا البارحة أنتما. الضمائر. أنتم. نعم. الضمائر. شفنا الضمائر، مزيان. نشوفوا فاطمة غتقول لي شي حاجة. شفنا الضمائر ديال الماضي. الضمائر ديال اش؟ الضمائر الضمائر اللي كيتصرفوا في الماضي. الضمائر اللي كي واش الضمائر كيتصرفوا في الماضي ولا شي حاجة أخرى هي اللي كتصرف في الماضي؟ لا، الضمائر أفعال ديال الماضي، بالفعل بالماضي. أحسنتي، جيد. إذا عندنا الضمائر بوحدهم، وشفناه في الحصة الفايتة كما شفنا البارح، على ان شفنا ان الضمائر راه كاينين، كاين واحد عدد ديال الضمائر، ولكن الافعال صرفناهم في صرفناهم في الفعل الماضي. جيد، تبارك الله عليكم. نشوفوا لطيفه، اعطينا شي جمله فيها شي ضمير مع فعل ماضي، تفضلي. هي ركبت. مزيان. شكون قال لك ان هذا الفعل ماضي؟ هي ركبت. شحال هادي يا راكي؟ ركبت شحال هادي. مزيان، وغادي نكتبوا الجمله ديالك كما غادي نشوفوها الان على الشاشه. اذا كما قالت لنا هي ركبت، عندنا الضمير اللي هو ماذا لطيفه؟ اللي هو الماضي. ضمير. ضمير هي. ضمير هي. والفعل فينا هو ركبت، وهذا الفعل ما ماضي. تبارك الله عليك، جيد. نمشيو ننتقلوا عند حسنيه. تفضلي حسنيه، اعطينا شي جمله يكون فيها ضمير مع فعل ماضي. هو ركبة. هو ركبة، جيد. ما مشيتيش بعيد على الصديقة ديالك لطيفة. جيد، تبارك الله عليك. إذا غادي نكتبوا هو ركبة. عندنا الضمير الأول اللي هو هو، وفعل هو ركبة. أحسنت يا حسنية. انتقلوا عند النعيمة، تعطينا شي جملة فيها ضمير وكذلك معاه الفعل الماضي، تفضلي. أنتما سمعتما. مزيان، جيد. إذا استعملتي لنا الضمير ديالاش؟ متدنى. أنتما. أنتما، مزيان، وغادي نكتبوا على الشاشة أنتما سمعتما. تبارك الله عليك نعيمة. وبقات لنا فاطمة، نشوف واش عندها شي ضمير. نحن درسنا. مزيان، تبارك الله عليك، وغادي نكتبوا نحن درسنا على الشاشة كما كنشوفوها الآن. إذا كما كتلاحظوا معايا أن هذه الأفعال كلها ديال الماضي، وعندنا ضمائر مختلفة. ضمائر مختلفة. تفضلي لطيفة، اقرأ لنا الجملة الأولى. هي ركبت. مزيان، غادي نمشيو الان عند فاطمه باش تقرا لنا الجمله الثانيه. هو ركب. مزيان، نشوفوا نعيمه تقرا لنا الجمله المواليه. انتما سمعتما. مزيان، وبقات لنا حسنيه نشوف تقرا لنا الجمله الاخيره. نحن درسنا. نحن درسنا، تبارك الله عليكم. لطيفه، غادي تقرا لي الجمله الاولى، وغادي تحاولي تدخلي عليها ضمير اللي هو انت. كيفاش غادي تقولي ضمير اللي هو انت؟ اش غادي نقولوا لطيفه؟ هي ركبت. اييه. انت ركبت. احسنتي، جيد. انت كما غنشوفوها الان على الشاشه ركبت، جيد. نمشيو عند حسنيه، قرانينا هذه الجمله ودخلي عليها ضمير انتم، تفضلي. هو ركب. انتم ركبتم. مزيان، احسنتي، وغادي نكتبوها على الشاشه كما كنشوفوها الان. مزيان، نمشيو عند نعيمه، نفس الشيء نعيمه، غادي تحاولي تقري لنا هذه الجمله وغادي تخلعها ضمير انت. غتقري الجمله الثالثه
ودخلي عليها تبدلي هذاك الضمير اللي هو انتما تبدليه بانت. كيفاش غادي نقولوا؟ انتما سمعتما. اييه انت سمعتي. احسنتي، جيد، تبارك الله عليك. وغادي نكتبوه على الشاشه كما كنشوفوا الان. اذا كما كطلعتوا معايا راه الضمائر هذاك الفعل كيتغير على حسب الضمير اللي معاه، على حسب الضمير اللي معاه. وبطبيعه الحال مذكر مؤنث هادشي غادي نشوفوه في الحلقات المقبله باذن الله تعالى. بقات لنا الجمله الاخيره فاطمه، غادي تقرين لنا هذه الجمله وغادي تحاولي تدخلي عليها ضمير انا. تفضلي. نحن درسنا. إيه؟ انا درست. احسنتي، جيد. انا كما كنشوفوا الان على الشاشه درست مازيان. اذا لطيفه قرني لنا هذه الجمل. هي ركبت، انت ركبت، هو ركب، انتم ركبتم، انتما سمعتما، انت سمعتي، نحن درسنا، انا درست. تبارك الله عليكم. اذا شفنا في هذه الحصه الموضوع ديال الحضانه وقرينا النص ديالنا، وشفنا كذلك الاسلوب اللي سبق لينا شفناه اللي هو الاسلوب ديال التعجب، وشفنا هذا الضمائر مع فعل الماضي. وقبل ما ننهيو معكم هذه الحصه كنا شفنا في الموضوع ديالنا اللي هو موضوع الحضانه، وموضوع الحضانه قلنا واحد هي واحد موضوع كتهتم بشؤون الطفل اللي كتراعي الاطفال اللي هما في وضعيه صعبه اللي هي وضعيه ديال الطلاق. بطبيعه الحال مدونه الاسره والفقه الاسلامي عامه وفقه المالكي خاصه والقوانين الدوليه ما خلاتش هذه الفئه تعيش وتكون عرضه للضياع والعرضه للتشرد. اللي مطلوب منكم في نهايه كل درس كما تعودنا، اللي مطلوب منكم هو تحاولوا تثبتوا على مجموعه من الاقوال ومجموعه من الاحاديث ومجموعه من الحكم ومجموعه من الامثال الشعبيه اللي كتهضر على هذا الموضوع ديال الحضانه، على الموضوع ديال الحضانه والتربيه ديال الاطفال، كيفاش نردوا البالنا لهذاك الطفل. ونركزوا على واحد الموضوع اخر اللي بغيناكم تبحثوا فيه حتى هو القضيه ديال الطلاق الناجح والطلاق الفاشل. حاولوا جمعوا شي صورات على الطلاق الناجح، كاين شي ناس كيطلقوا يعني في حاله الطلاق ومع ذلك كيلعبوا مع وليداتهم، كيخرجوا بوليداتهم، كيتصلوا بوليداتهم، كتلقى الراجل كيجيب الحويجات وليداته، كتلقى كيزورهم في الاعياد، كيزورهم باستمرار، كيديهم المدرسه. جمعوا شي صور وشي بعض المسائل اللي كتهضر في هذا الموضوع. وكذلك الطلاق الفاشل، بمعنى كنلقاو الراجل مرته دائما في المحكمه، الوليدات ما كاين اللي كيهتم بهم، الوليدات في الضياع وفي التشرد. حاولوا تجمعوا هذه الامور وديروها في هذيك الحقيبه التربويه ديالكم اللي غادي نشوفوها ان شاء الله واللي غادي نطلعوا عليها ان شاء الله في الحلقات المقبله باذن الله تعالى، وكذلك انتم مشاهدينا. وبهذا ما بقى لي الا نودعكم في هذه الحلقه، وغادي نخليكم الان مع ماده القران الكريم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديالنا اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا أنجزتوه. إذا نشوفوا واش صوبتوا الواجب. مزيان حسنية. فين هو الواجب؟ الحصة الجاية غادي نشوف. نعم، اذا خصكم تبقاو تنجزوا الواجبات ديالكم. نعم مزيان. جيد لطيفه. اذا غادي تنتبهوا معايا الشاشه وغادي تنتبهوا معنا كذلك الساده المشاهدين والمشاهدات. شنو كان المطلوب منكم في هذا الواجب فاطمة؟ نحطوا المعاني حدا الكلمات. نعم، إذا نختاروا من الدائرة ونحطوا المعاني حدا الكلمات اللي المناسبة اللي كتناسبها. يلا فاطمة، الكلمة الأولى اختاري لنا المعنى ديالها. ذكتي. ذكتي. زلزلت الأرض وهدمت. وهدمت. نعم، إذا وهدمت. إذا زلزلت الأرض وهدمت. مزيان، إذا هذا هو المعنى. الجواب ديالك صحيح. إذن هذا هو المعنى ديال دكاتي. يلا ندوزو الكلمة الثانية نعيمة. يوثق. تفضلي قولي لنا المعنى ديالها. يوثق. يوثق. اختاري من هاد الثلاثة ديال العبارات.
يقيد 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 نعم بالأعلال انتبه حرف الغين بالأغلال نعم والسلاسل حسن. إذن هي كلمة المعنى ديالها هو اللي ذكرت لنا نعيمة. يلا حسنية الكلمة العبارة الأخيرة ولا الكلمة الأخيرة؟ النفس المطمئنة. نعم النفس الواثقة من الواثقة واثقة من حسن جزاء ربها. جيد إذن هذا هو المعنى ديال النفس المطمئنة. مزيان. إذن الآن من بعد ما نجزنا هذا الواجب غادي ندوزو باش نقراو القراءة الصحيحة ديال واحد العبارة جاتنا في هذا الجزء من سورة الفجر. إذن غادي تنتبهوا معايا جميع الشاشة. إذن عندنا هذه الكلمة هي عذابه أحد. عذابه أحد. عاود يا لطيفة. عذابه أحد. مزيان. عذابه أحد. باش تعرفوها مزيان ركزوا معايا على هذا الجدول هذا. إذن عندنا في الخانة الأولى طريقة ديال الكتابة ديالها الصحيحة في المصحف كيف ما شفتوا عذابه أحد. في الخانة الثانية عندنا الطريقة ديال النطق كيفاش كننطقوا بها وكيف ما قلت لكم في حلقات فايتين فين ما تشوفوها الجوج ديال المعقوفات عرفوا راه غير الطريقة ديال النطق أما الكتابة ماشي صحيحة حنا كنديروها فقط باش نسهلوا عليكم الطريقة كيفاش غادي تنطقوا بها. إذن كيفاش كننطقوا بها عذابه أحد. إذن هذه هي الطريقة ديال النطق. إذن دابا غادي تنتبهوا معايا الآية اللي جات فيها هذه العبارة هذه. انتبهوا معايا الشاشة. إذن الآية اللي عندنا في سورة الفجر غادي نطلب من فاطمة باش تقراها لي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لا عاودي زيدي مديشي شوية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. مزيان. عذابه أحد. عودة حسنية. عذابه انتبه الذال عندنا معجمة. عذابه عذابه أحد. مزيان. مرة أخرى نعيمة. عذابه أحد. مزيان. إذا انتبهوا معايا أشنا هو الحرف اللي عندنا ملون باللون الأحمر فاطمة؟ المد. لا اللي عندنا ملون باللون الأحمر الحرف لها. حرف لها. مزيان. وشنو اللي تابعوا لطيفة؟ شنو اللي تابعوا مباشرة؟ تابعوا المد. المد وتحت ذاك المد شنو كاين؟ كاين واو صغير. واو صغيرة بحال الضمة. إذن هاد الواو الصغيرة شنو تابعها؟ تابعها اللي ملون باللون الأخضر ألف الهمزة. الألف عليه الهمزة. عنده عليه الهمزة. مزيان. إذن عندنا في القرآن الكريم هذاك الواو كنسميوه فيه جوج ديال الأنواع. عندنا مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. مد عقلوا معايا مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. وسبقنا شفنا مد الصلة الصغرى في آية سابقة في سورة فايتة. وهد مد الصلة الصغرى كاين في القول ديال الله تبارك وتعالى فسنيسره لليسرى. وفي قول الله كذلك فسنيسره للعسرى. وهذا هو المثال اللي عندنا على الشاشة فسنيسره لليسرى. شنو هو الحرف لطيفة اللي ملون عندنا باللون الأحمر؟ حرف الهاء. حرف الهاء. وتابعوا واحد؟ تابعوا واحد المد صغيرة بحال ضمة صغيرة. هذا هو مد الصلة الصغرى وكنمدوه غير جوج حركات. كنمدوه غير جوج حركات فسنيسره لليسرى. القاعدة اللي عندنا اليوم هي مد الصلة الكبرى وهي اللي عندنا في قول ديال الله تبارك وتعالى. شكون يذكرني بالآية؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذابه أحد. إذا انتبهوا معايا. إذا عندنا حرف الهاء وتابعها هذاك المد اللي قالت لنا لطيفة كيشبه الضمة وفوق منه المد وتابعوا الألف عنده الهمزة. إذا هذا هو مد الصلة الكبرى كنمدوه ستة ديال الحركات وكنقراوه عذابه
أحد. عودة حسنية. عذابه. عذابه. انتبه. عذابه. عذابه. الذاء معجمة. عذابه أحد. عذابه أحد. نعم. عودة قرأي نعيمة. عذابه أحد. زيدي مديشي شوية نعيمة. عذابه أحد. مزيان. إذا اليوم من بعد ما تعرفنا على القراءة ديال مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى، غادي ندوزو الآن باش نقراو قراءة فرض ديال هذا الجزء من سورة الفجر، وغادي نطلب من فاطمة باش تقرا لي المقاطع الأولى. تفضلي فاطمة. كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا. انتبه. وجاء. زيدي مدي شويه. وجاء. سبقنا شفنا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. انتبهي انتبهي انتبهي، جوج الأخطاء درسي. وأن له الذكرى. نعم. وحتى الراء راح حاول ترققها، راه عندها الإمالة. يلا. وأن له الذكرى. مزيان. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. بارك الله فيك فاطمة. تابعي لطيفة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. أيدي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما قرينا هذه القراءات الفرضية لهذا الجزء من سورة الفجر، غادي ندوزوا الآن باش نفهموا المعاني ديال هذا الجزء من هذه السورة الكريمة، وغادي نطلب من نعيمة باش تقرأ لي حتى الآية 25. يلا تفضلي نعيمة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء. تبي تبي. وجاء. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ بجهنم. يومئذ بجهنم. مزيان. علاش كيتكلم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات؟ يلا فاطمة. على القيامة. على يوم. يوم القيامة. القيامة. آه. شنو قال لنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات؟ شنو غادي يوقع؟ يلا لطيفة. وقع واحد المشهد الله سبحانه وتعالى غيوقع يوم القيامة. يوم القيامة. إذا كتكلم من هذه الآيات على واحد المشهد غادي يوقع يوم القيامة. الله تبارك وتعالى بدا هذا الجزء كيقول كلا، وهذا كلا كتقال للردع، يعني واش هاد الغافلين ما غاديش يرتادعوا على الأعمال السيئة وغادي يتفطنوا على أنه تابعهم واحد اليوم اللي هو يوم القيامة. كيقول الله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني أن الأرض ستكون غادي تكون مدكوكة، بحال اللي قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا هذا هو المعنى ديال الآية 23. شنو غادي يوقع من بعد كيف ما جاء في الآية 24 والآية 25؟ يلا حسنية. وجاء ربك والملك، شنو المعنى ديال هالشي؟ يوم القيامة غيجيو الملائكة نعم. كملي كملي حسنية. الله تبارك وتعالى غادي تجي الملائكة، وشنو اللي غادي يجي خور؟ وغادي يعرض علينا الله عز وجل الأعمال ديالنا. نعم. وغادي نشوفوا جهنم. هذا هو المعنى ديال وجيء يومئذ بجهنم، يعني غدا يوم القيامة غادي تجي الملائكة صف صف، وغادي يجي الله تبارك وتعالى ومعه الملائكة كذلك، وغادي يورينا ربي سبحانه وتعالى جهنم، غادي نشوفوا جهنم وبرزت نعم وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني غادي نشوفوا غدا يوم القيامة جهنم. إذا هذا هو المعنى ديال الآية
25. غادي نطلب الان من فاطمه، عفوا من لطيفه، باش تقرا لي الجزء الموالي. تفضلي لطيفه. يومئذ لا يعذب، لا انتبهي، يومئذ، نعم يومئذ، ما عندناش لا يعذب، يومئذ يتذكر، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. مزيان، شنو غادي يوقع لهذا النوع، واحد النوع من الناس غدا يوم القيامة؟ يومئذ يتذكر الإنسان. نعم نعيمة. يعني الإنسان في ذاك الوقت كيقول كوعين كوعين، يعني نقدر نرجع وندير الصالحات وندير. مزيان، بارك الله فيك. يتذكر الإنسان، كيقول مصاب وكان وليت للدار الدنيا، وشنو ندير؟ حسنية؟ وندير الأعمال الصالحة. وندير الأعمال الصالحة، واش ممكن يرجع في هذيك اللحظة؟ هذا هو اللي لا. قلت لكم في الحلقة الفايتة، وأنى له الذكرى، ما يمكنش، لا مجال، لا مجال للرجوع. هذا هو المعنى ديال قول الله تعالى وأنى له الذكرى، ما يمكنش يولي. والآية اللي من بعد منها اش كيطلب فيها هذا الإنسان؟ فاطمة، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني كون غير درت شي عمل صالح، كون غير كنت مزيان في الدنيا، كون غير كنصدق مزيان. إذا الإنسان كيقول يا ليتني، كيتمنى لو كان دار الأعمال الصالحة في الحياة ديالو في الدنيا، يا ليتني قدمت لحياتي. واش فعلا كينفعو هذا التمني ديالو في هذاك الوقت؟ ما غاديش ينفع. مزيان، اذا ما غاديش ينفعوا هذا التمني وما يمكنش يرجع. يلا اذا ندوزوا الايات المواليه. تفضلي حسنيه قري لنا الايات. في يومئذ، في بدا من في يومئذ، الايه 28. في يومئذ لا يعذب عذاب. انت عندك مشكل في الدال، في الذال، لا يعذب. في يومئذ إذن لا يعذب عذاب، لا يعذب، انتبهي كيفاش كنطقها، فيومئذ لا يعذب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد. عيدي، ولا ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يلا عاودي مرة أخرى. ولا يوثق وثاقه، ما عندناش المد هنا، تقدري المد بعض الحركات، عندنا مد طبيعي. ولا يوثق وثاقه، هنا فين خصك تمدي؟ في الهاء. يلا عاودي حسنية. ولا يوثق وثاقه أحد. مزيان، إذا في هذه الآيات كيتكلم الله تبارك وتعالى أنه غدا يوم القيامة كاين الناس اللي غادي يتعذبوا واحد العذاب ما بحالو عذاب، وغادي تربطوا كذلك بالسلاسل وواحد واحد واحد الربط ما بحالو حتى شي ربط، وهذا جزاء على الأعمال اللي كانوا كيديروا في الدنيا من أعمال ما كيقبلهاش الله تبارك وتعالى، ما كيمتثلوش للأوامر وما كينتهيوش على ذاك الشيء اللي نهاهم الله عليه عز وجل. هذا هو المعنى ديال فيومئذ لا يعذب عذابه احد، وما غادي تربط حتى شي حد ذاك الربط اللي غادي تربط بالسلاسل كيف ما سبق لي شرحت لكم في الحلقه الفايته. يلا دابا الله تبارك وتعالى تكلم على واحد العينه من الناس، هاد الايات اللي جايين غيتكلم من الله تبارك وتعالى على واحد النوع اخر من الناس. يلا فاطمه قري لنا. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عيدي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية. مزيان، يلا عوديها. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بارك الله فيك. على من كيتكلم من الله تبارك وتعالى فيما تبقى من الصورة؟ يلا لطيفة. على الناس اللي النفوس ديالهم طيبة، يعني طيبة، الناس مولي النفوس طيبة ومولي الأعمال صالحة. ومنين جاتهم هاد النفوس الطيبة؟ لأنهم كانوا في الدنيا كانوا صالحين. يلا نعيمة، شنو اللي كانوا كيديروا هاد الناس في الدنيا؟
يعني الناس اللي كانوا كيصدقوا كانوا كيعبدوا الله احسن عباده وكانوا مزيان. اذا هادو هما اللي وصفهم الله تبارك وتعالى بانه النفوس ديالهم مطمئنه وكان الايمان ديالهم قوي بالله عز وجل. مزيان فاطمه كيقول لهم الله تبارك وتعالى ارجعي الى ربك، كيخاطب النفوس ديالهم ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. شنو المعنى ديال راضيه؟ يعني انها راضية بدك الشيء اللي أعطاها الله تبارك وتعالى من النعم. مرضية يعني أن الله عز وجل كيعطيها حتى أنها ترضى. وهذا كله علاش؟ لأنهم كانوا في الدنيا أعمالهم صالحة ومن بعد كيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا في إلى الجنة. الله عز وجل كيعطيهم الجزاء الأوفى والجزاء الكبير اللي هو الدخول إلى الجنة جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من الخير والعبادات والطاعات. إذا حنا شفنا المعاني ديال هذا الجزء الأخير من سورة الفجر، دابا غادي ندوزو كاملين باش نجزو واحد التمرين، غادي نجزوه معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات، وغادي تنتبهوا معايا للشاشة. إذا عندنا المجرمين الفجار، الندم على التفريط والعصيان، الجنة مع الأبرار، لا ينفع عند قيام الساعة، يتوعد الله بالعذاب، مآل النفس المطمئنة. إذا المطلوب منكم في هذا الواجب باش توضعوا العبارات في الفراغ المناسب باش يكمل لنا المعنى. غادي نطلب من حسنية باش تقرا لي الجملة الأولى وتقول لنا العبارة المناسبة لها. يلا تفضلي حسنية. فوق. لا قراي الملونة باللون الأسود. لا ينفع. نعم. يلا اختاري لنا شكون العبارات اللي غادي تكمل اللي تكمل المعنى. لا ينفع الندم على التفريط والعصيان. حسن جدا، لا ينفع الندم يلا على التفريط والعصيان. كملي جملة. عند قيام الساعة. مزيان بارك الله فيك. إذا هذه هي الجملة الأولى تامة. يلا نعيمة الجملة الثانية. يتوعد الله المجرمين الفجار. تبيه نعم الفجارة بالعذاب. جيد، إذا هذا هو الجواب الثاني. مزيان يلا فاطمة الجملة الأخيرة. مال النفس. انتبهي عيدي. مآل النفس المطمئنة جنات مع الأبرار. الجنات مع الأبرار. عندنا بزاف الجنات ولا جنة وحدة؟ الجنة مع الأبرار. يلا عاودي من الأول. مآل النفس المطمئنة مطمئنة الجنة مع الأبرار. جيد، إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا من بعد ما نجزنا جميع هذا التمرين غادي ندوزوا الآن باش غادي نكلفكم بواحد جوج ديال الواجبات اللي غادي تلقاوهم في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم. إذا انتبهوا معايا الشاشة. يقول نادما يا ليتني قدمت عملا صالحا لحياتي الباقية. إذا زلزلت الأرض حتى ينهدم كل بناء عليها. يا أيتها النفس الطاهرة المطمئنة بوعد الله تعالى. الآيات. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا أيتها النفس المطمئنة. إذا المطلوب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش تحطوا المعاني في الخانات المناسبة لها، يعني كل معنى عنده الآية ديالو، غادي نحطوا المعنى قبلت الآية اللي كيناسبها. إذا هذا الواجب الأول، ندوزوا للواجب الثاني. انتبهوا معايا الشاشة. إذا عندنا الواجب الثاني. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. إذن المطلوب منكم هو تكملوا الآيات الأخيرة من سورة الفجر باش نعرفكم واش فعلا استطعتوا تحفظوا
هذه الآيات البينات. إذا غير باش نذكركم أن بحال هذه التمارين كتعاوننا على الكتابة، وخصكم تزيدوا تجاهدوا وتبحثوا إن شاء الله باش تمكنوا من هذه الصورة حفظا وتدبرا. إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. غادي نخليكم مع مادة الحساب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة هذا اليوم من مادة الحساب غادي نزيدو نثبتو جدول الضرب الخاص بالعدد الثمانية، ولكن قبل نقوم بتصحيح الواجب اللي كلفتكم به في الحلقة الفايتة. كنتمنى أنكم تكونوا جزتوه، وكذلك المشاهدين والمشاهدات. صحيح مزيان، جيد حنان مزيان، صحيح مزيان، صحيح حكيمة جيد، جيد فاطمة مزيان، مزيان ثانية، صحيح تبارك الله عليكم. إذا غنصحوا الواجب على الشاشة. إذا كان المطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تنجزوا هذه الربعة ديال العمليات. إذا نبداو بالعملية الأولى، تفضلي لطيفة قريها لنا وأعطينا النتيجة اللي حصلتي عليها. 8 مضروبة في 6 تساوي 48. تساوي 48، جيد. وندوزوا للعملية الثانية، تفضلي حسنية. 8 في 8 64. جيد، إذا 8 مضروبة في 8 تساوي 64. وننتقلوا للعملية الثالثة، تفضلي نعيمة قري لنا هذه العملية وخرجيها. 8 مضروبة في 7 تساوي 56. تساوي 56، جيد. وبقات لنا آخر عملية، غادي نطلبوا من فاطمة تقراها وتنجزها لنا، تفضلي فاطمة. 8 مضروبة في 9 تساوي 72. جيد، 8 مضروبة في 9 تساوي 72. تبارك الله عليكم. كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين يكونوا توفقوا في إنجاز هذا الواجب. والآن باش نزيدوا نثبتوا جدول الضرب الخاص بالعدد الثمانية، لنعاودوا نقراوه مرة أخرى ورددوا من بعدي باش يسهل عليكم الحفظ دياله. إذن 8 مضروبة في 0 تساوي 0. 8 مضروبة في 0 تساوي 0. 8 مضروبة في 1 تساوي 8. 8 مضروبة في 1 تساوي 8. 8 مضروبة في 2 تساوي 16. 8 مضروبة في 2 تساوي 16. 8 مضروبة في 3 تساوي 24. 8 مضروبة في 3 تساوي 24. 8 مضروبة في 4 تساوي 32. 8 مضروبة في 4 تساوي 32. 8 مضروبة في 5 تساوي 40. 8 مضروبة في 5 تساوي 40. 8 مضروبة في 6 تساوي 48. 8 مضروبة في 6 تساوي 48. 8 مضروبة في 7 تساوي 56. 8 مضروبة في 7 تساوي 56. 8 مضروبة في 8 تساوي 64. 8 مضروبة في 8 تساوي 64. 8 مضروبة في 9 تساوي 72. 8 مضروبة في 9 تساوي 72. 8 مضروبة في 10 تساوي 80. 8 مضروبة في 10 تساوي 80. جيد، الآن غادي نطلب من لطيفة تعاود لنا قراءة هذا الجدول، تفضلي لطيفة. 8 مضروبة في 0 تساوي 0. 8 مضروبة في 1 تساوي 8. 8 مضروبة في 2 تساوي 16. 8 مضروبة في 3 تساوي 24. 8 مضروبة في 4 تساوي 32. جيد، تبارك الله عليك. ونطلب من فاطمة تقرأ لنا العمليات المسبقية، تفضلي فاطمة. 8 مضروبة في 5 تساوي 40. 8 مضروبة في 6 تساوي 48.
ثمانية مضروبة في سبعة تساوي ستة وخمسين. ثمانية مضروبة في ثمانية تساوي أربعة وستين. ثمانية مضروبة في تسعة تساوي اثنين وسبعين. ثمانية مضروبة في عشرة تساوي ثمانين. تساوي ثمانين، جيد. باش نشوف واش بديتو كتضبطوا هذا الجدول، غتاخذوا الالواح باش نزو بعض العمليات اللي غدار امامنا على الشاشه. العمليه الاولى هي هذه، تفضلي نعيمه قرينا العمليه. 3 مضروبه في 8 مضروبه في 3 تساوي. جيد، دائما تنقراو العمليه الافقيه من اليسار في اتجاه اليمين. 8 مضروبه في 3 تساوي، خذوا الالواح ونجزوا العمليه على الالواح ديالكم. ممكن ترفعوا الالواح الى كملتوا. صحيح، مزيان، جيد. نعيمه شوف اللوحه ديالك، مازال حكيمه دائما تديري حنان، دائما كتكتبي شويه العمليه غاديه مايله، حاولي تمشي بها في خط افقي. اذا غادي نصحوا، تفضلي فاطمه قرينا العمليه وعطينا النتيجه. 8 مضروبه في 3 تساوي 24. تساوي 24، جيد. وندوزوا العمليه الثانيه. العمليه الثانيه هي هذه، تفضلي نعيمه قرينا هذه العمليه. 8 مضروبه في 10 تساوي، جيد. نجزوها كذلك على الالواح. تفضلوا رفعوا الالواح، جيد، صحيح، جيد، بارك الله عليكم. اذا دائما حنان ديك العلامه ديال الضرب عندك راه باينه بحال علامه زائد، هكذا كتبيها بهذا الشكل هذا باش تميزيها لعلامه زائد، مزيان. اذا ندوزو نصحوا العمليه، تفضلي حسنيه قرينا العمليه وعطينا النتيجه اللي حصلتي عليها. 8 في 10 تساوي 80. 8 مضروبة في 10 تساوي 80، تساوي 80. وندوزو العملية أخرى غتظهر على الشاشة. إذا العملية هي هذه، تفضل تقراها لنا لطيفة، تفضلي لطيفة. 8 مضروبة في 6 تساوي. تساوي، نجزوها كذلك على الألواح. ممكن ترفعوا الالواح الى كملتوا. جيد، صحيح. اذا حنان ما مركزاش معنا اليوم. 8 مضروبه في 6 ما كتعطيناش 24، النتيجه اللي نحصلوا عليها هي 48. اذا مزيان، تقري لنا فاطمه العمليه وعطينا النتيجه الصحيحه، تفضلي. 8 مضروبه في 6 تساوي 48. تساوي 48، وهذا هكذا كيتاكد لكم ان جدول الضرب خصو الحفظ، ضروري تحفظوه باش يسهل عليكم انجاز العمليات. اذا بعد ما نجزنا هاد العمليات على الالواح، غادي ندوزو لواحد التمرين ثاني اللي غيظهر امامنا على الشاشه. هاد التمرين غادي نحاولوا نجزوه بشكل جماعي. اذا التمرين هو هذا، المطلوب منا في هاد التمرين هو اننا نصلوا بخط بين كل عمليه والجداء ديالها. ونبداو باول عمليه، تفضلي حسنيه قرينا العمليه الاولى. 8 مضروبة في 0. صفر، إذا النتيجة ديالها في نظرك شنو هي؟ هو صفر. هي صفر، جيد. إذا شنو غادي نديرو حسنية؟ 8 مضروبة في 0 تساوي صفر. تساوي صفر. واحد السهم
صفر. جيد، غادي نصلوا بخط ما بين العمليه اللي هي 8 مضروبه في صفر والنتيجه ديالها اللي هو صفر. وانتقلوا للعمليه الثانيه، تفضلي قريها لنا نعيمه العمليه الثانيه واعطينا النتيجه ديالها. 8 مضروبه في 3 تساوي 24. جيد، واذا غادي نصلوا بخط ما بين 8 مضروبه في 3 والجذاء ديالها اللي هو 24. وانتقلوا للعمليه الثالثه، تفضلي لطيفه. 8 مضروبة في 5 غنوصلوا ل40. غنوصلوها ل40. جيد، وبقات لنا اخر عملية، غادي تفضل فاطمة تقراها وتعطينا النتيجة. 8 مضروبة في 7 تساوي 56. جيد، وغادي نصلوا العملية بالجذاء ديالها اللي هو 56. كنتمنى ان المشاهدات والمشاهدين يكونوا كيهزوا كذلك معنا هاد التمارين. وقبل ما نودعكم غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي تلقاوه في نهاية الحلقة 27 من مادة الحساب في الكتاب المقرر. إذا الواجب هو هذا، المطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تنجزوا عمليات ديال الضرب داخل الجدول. إن العدد 8 مضروبة في 1، إذا النتيجة ديالها محطوطة مسبقا، محطوطة النتيجة. عندنا العملية أخرى منجزة كذلك هي 8 مضروبة في 7، النتيجة أولى الجداء هو 56. مطلوب منكم نتوما ضربوا العدد 8 في الأعداد المتبقية. 8 مضروبة في 4 ونحطوا النتيجة في الخانة اللي في الأسفل، 8 مضروبة في 6 كذلك نحطوا النتيجة، و 8 مضروبة في 9 كذلك نحطوا النتيجة ديالها في الخانة اللي في الأسفل. إذن هكذا ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة. وما تنساوش أنكم ممكن تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة مرة أخرى على قناة السادسة أو بواسطة الأنترنت على الرابط الإلكتروني اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.